بعد الهزيمة اللي تلقاها نادي الزمالك من سموحة اليوم في الدوري بنتيجة 2-0، واللي بتعتبر الهزيمة الثانية للزمالك في الدوري، بيتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني عشان يتساوى مع النادي الأهلي المتصدر في عدد النقط، وبكده هيكون ترتيب الجدول كالتالي: المركز الأول النادي الأهلي برصيد نقاط 19، المركز الثاني الزمالك برصيد 19، المركز الثالث سموحة برصيد 18 نقطة، المركز الرابع بيراميدز برصيد 17، المركز الخامس المصري برصيد 13، المركز السادس الاتحاد السكندري برصيد 13، المركز السابع فاركو برصيد 12، المركز الثامن البنك الأهلي برصيد 11، المركز التاسع غزل المحلة برصيد 11، المركز العاشر الجونة برصيد 11، المركز ال11 سيراميكا كليوباترا برصيد 10 نقط، المركز ال12 انبي برصيد 10 نقط، المركز ال13 فيوتشر برصيد 9 نقط، المركز ال14 مصر المقاصة برصيد 8 نقط، المركز ال15 المقاولون العرب برصيد 7 نقط، المركز ال16 طلائع الجيش برصيد 6 نقط، المركز ال17 الاسماعيلي برصيد 3 نقط، المركز الاخير ايسترن كومباني برصيد نقطتين. بشكركم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا معنا في القناة مع تفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا كل جديد.